نروح بقى للاعبتنا المصريين. احمد حجازي النهارده بيقود اتحاد جده السعودي للفوز على النصر 3-1 في الجوله الخامسه من الدوري السعودي للمحترفين. حجازي النهارده شارك في المباراه من بدايتها لاخرها، لعب مباراه كامله، وكده اتحاد جده السعودي بيحتل صداره الدوري السعودي برصيد 12 نقطه. وفوز كبير النهارده اتحاد جده والنصر، فرقتين جامدين جدا، لكن اتحاد جده بيتفوق 3-1.